مساء الخير. ستات كتير بيكون عندها أسئلة مش عارفة تروح بيها فين، وقلنا نروح للمختصين، وأسئلة كتيرة جدا هتعرفوا إجابتها من دكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية والأسرية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا. انا حضرتك مبسوطه جدا انا معاكي، مشرفانا بجد. ربنا يخليكي، وهنستفيد منك كتير. يا رب، هو اهم حاجه انا هنا عشان بس الناس اللي تتفرج تستفيد. طبعا طبعا. احنا عايزين نسال اول سؤال، وهو عن سرطان الثدي. سمعت انه 90% شفاء لو اكتشفنا المرض ده بدري، ده حقيقي؟ طبعا. لا، واكتر كمان يعني. دلوقتي حتى في احصائيات عالميه بتعدي ال 95%. بس هو طبعا الكي وورد بتاعه، او يعني هو مفتاح السر بتاعه، هو الاكتشاف المبكر. طيب ازاي بقى؟ يعني احنا عارفين من بدري ان احنا نرفع ايدينا ونعمل كده عشان نشوف اي كلاكيع او اي حاجه، هل في اعراض تانية وازاي نقدر نكتشفه بدري؟ بصي، هو ده ابسط الاشياء يعني، دي ابسط طريقه للفحص. ولو كنت مثلا قلتي السؤال ده مثلا من 10-15 سنه فاتت، كنت اقول لك مفيش غير كده، او في بقى الطرق المتخصصه انك انت تروحي للدكتور بقى وتعملي حاجات وكده. لكن دلوقتي الحقيقه الحمد لله في مصر بالذات بقى في حملات قوميه كبيره جدا جدا للكشف المبكر، وفي قوافل وعربيات متخصصه وبتروح كل حته لغايه يعني ابعد القرى. فبالتالي احنا مش مفروض نستنى لغايه لما نحس باي حاجه. حتى بره بيبقى اول ما ست توصل 40 سنه لازم بتروح تبتدي تعمل الفحص، وفي بعض البلاد ده بيبقى اجباري علشان ما تفقدش التامين بتاعها. اوكي. طيب يعني هو من 40 سنه ولا مفروض ان البنات، انا سمعت ان البنات مفروض من 21 سنه او حاجه تبتدي برضو تعمل الكشف ده لنفسها، ولو حاسه ان في كلكوعه او وجع او اي حاجه تروح تسال في الموضوع ده؟ بالظبط. بس هو ده الاكسبشنز، ده اللي هي الحالات اللي هي اللي مش منتشره قوي، او مش يعني حالات استثنائيه شويه، اللي هي عارفه مثلا ان هي عندها فاميلي هيستوري، او مثلا جال حد في عيلتها، مامتها، خالتها، جدتها كده، فبتبقى هي مهتمه اكتر شويه، بتتعلم الكشف الذاتي، بتروح تعمل الفحص ده حتى ولو مش بشكل دوري قوي. بتاخد بقى واخده بالها بس من نفسها شويه. لكن بشكل عام ان اي واحده توصل 40 سنه، سواء كانت بقى عشان يقول لك انا خلفت ورضعت، لا، خلفت رضعت عندها 10 عيال ولدت 15 مره، ملهاش علاقه. طبعا النسبه بتبقى اقل، بس ده ما يمنعش خالص يعني، ما يبقاش يعني عمره ما هيبقى ده لا 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 ده واقي من الاحتمالات بتاعت الإصابة بالسرطان.